وبالصعود إلى أعلى هناك علامة التبويب والتي تتطلب تسجيل المشاركين للدخول، وهنا علامة تبويب appearance حيث يمكن إجراء بعض التعديلات كاختيار الألوان بالإضافة إلى إضافة شعار خاص، وهنا علامة تبويب automation وهي خاصة بتسجيل المحاضرة أو الحصة الافتراضية ونشرها على المنصات والمواقع الأخرى كيوتيوب وفيسبوك بطريقة آلية. أو تسجيل الحصة بمجرد البدء. وبالعودة إلى علامة التبويب Details، وبالضغط على الزر الذي بالأسفل Create and Invite، نعود كما هو مبين إلى صفحة البدء ونجد أنه قد تم تفعيل إضافة حضور، وكما نرى هنا فقد تم إنجاز 50% من الخطوات الأولية لإنشاء اجتماع، وبإكمال الخطوات وبالضغط هنا لدعوة الحضور يظهر خيارين attendees وهو يعني دعوة الحضور أو الجمهور أو الطلاب، وخيار presenters وهو يعني دعوة المحاضرين أو المعلمين، وبالضغط على وليكن دعوة الحضور تظهر خيارات كالنسخ واللصق أو عن طريق البحث أو مجموعة قد تم إعدادها سابقا، وبالضغط على نسخ ولصق يظهر لنا خانة يمكن من خلالها إضافة الإيميل تلو الآخر يفصلهم الضغط على الزر Enter، أو يمكن نسخ الإيميلات دفعة واحدة مثلا من ملف إكسل. ولصقهم داخل هذه الخانة، وكما نرى فعدد الحضور محدود ب 25 شخص كما وضحنا سابقا بالنسبة للباقة المجانية والباقات المدفوعة. بعد الانتهاء من إضافة الإيميلات نقوم بالضغط على Finish Adding Contacts، بعدها تظهر نافذة ملخص الدعوة ويظهر لنا زر اختيار قالب الدعوة، وبالضغط هنا كما نرى يظهر لنا قالبين للدعوة، نختار إحداهما ويمكن اختيار القالب بإرسال نسخة إلى الإيميل لاختبارها قبل إرسالها إلى المستلمين، وفي حالة التأكد من صحة وسلامة محتوى القالب والبيانات الموجودة به نضغط على Invite. وبالعودة إلى الصفحة الرئيسية الداشبورد نجد أنه تم إعلامنا بأننا أنجزنا 75% من الخطوات الرئيسية لإنشاء الاجتماع، وبالضغط على Join Rooms تظهر نافذة تتضمن رسالة تأكيدية لإتمام صلاحية استخدام الكاميرا والمايك، وبالضغط على Allow وهنا تظهر لنا لوحة التحكم الرئيسية الخاصة باجتماع
كليك ميتينج أو الحصة الافتراضية، وتظهر مجموعة من الأدوات على اليسار، بالإضافة إلى لوحات تحكم على اليمين ونوافذ مصغرة، بالإضافة إلى أدوات تحكم علوية. بالنسبة للأيقونات العلوية فمنها تكبير الشاشة أو ملء الشاشة، وأيضاً اختيار اللغة. وجدير بالذكر أن لوحة تحكم اجتماعات كليك ميتينج تدعم اللغة العربية، في حين أن الموقع غير مدعوم باللغة العربية. وبالنسبة لأيقونة لاي أوت فهي توفر أشكال مختلفة لتثبيت النوافذ الفرعية داخل نافذة الاجتماع كما هو موضح. وبالنسبة لزر ريك فهو زر تفعيل خيار التسجيل للمحاضرة أو عدم التفعيل حسب الرغبة، واختيار شكل نافذة التسجيل. وهنا بدأ التسجيل. وبالنسبة لهذه الأيقونة فهي توضح قوة الشبكة واتصال الإنترنت أثناء الاجتماع لتوضيح المشاكل أو ضعف الاتصال عند إجراء الاجتماع. وبالنسبة للنوافذ الجانبية فهي تتضمن نافذة الحضور وتوضيح خيار تفعيل المايك أو الكاميرا سواء كان للحضور أو المحاضر، كما يوجد علامة إضافة حضور في حالة إذا ما كان العدد الموجود أقل من العدد المصرح به كما وضحنا سابقا. وهنا خيار إعدادات نافذة الحضور، حيث يمكن تفعيل خيار إظهار هذه النافذة عند الحضور، بالإضافة إلى تفعيل رسائل التنبيه في حالة حضور أحد الأشخاص أو دخوله إلى الحصة، بالإضافة إلى كتم الجميع وإزالة جميع الحالات. كما يمكن البحث عن الأشخاص من خلال علامة البحث الموضحة. كما توفر منصة كليك ميتينج نافذة للدردشة الكتابية أثناء الاجتماع. ويتوافر فيها استخدام الإيموجي وأيضاً مشاركة وإرسال الملفات كما هو موضح. وباختيار الملف وبالضغط على Add وبالضغط على Enter نجد أنه تم إرسال الملف، وهنا علامة تبويب للملفات التي تمت مشاركتها مع الصف. والآن نأتي على الشريط الأهم في لوحة تحكم الاجتماع في منصة كليك ميتينج، وكما هو موضح على اليسار يوجد عدة علامات تبويب. بالنسبة لعلامة التبويب الأولى فهي خاصة باختيار قالب التسجيل المناسب للمحاضرة. وبالضغط هنا تظهر إعدادات الأجهزة المتصلة كالكاميرا والمايك وكاميرات الحضور وطريقة
عرضها. بالنسبة لعلامة التبويب الثانية، فيتم اختيار الملفات المطلوب عرضها ومشاركتها على الشاشة. وباختيار ملف عرض تقديمي، هنا تم تحميله على التخزين السحابي للموقع، وبالضغط عليه ويمكن التفاعل معها واستخدام قلم التوضيح خلال العرض. كما يمكن التحكم بلون وسمك القلم من هنا. والتراجع عن آخر الخطوات، وهنا تحميل ملف العرض إلى الجهاز. وبالنسبة لعلامة التبويب التي تحتوي على قلم، فهي تخص السبورة البيضاء كما هو موضح، ويمكن أيضا اختيار اللون المناسب من خلال هذه الأيقونة، ويمكن اختيار سماكة القلم من هنا. ويمكننا من خلال هذه الأيقونة استخدام المبحة، بالإضافة إلى إضافة الصور والنصوص وأيضاً الأشكال كالمربع أو الدائرة أو الأسهم أو الخطوط. وبالنسبة لعلامة التبويب التالية، فهي تخص مشاركة الشاشة أو نوافذ معينة. أو علامات تبويب داخل المتصفح نفسه. وهنا خيار تضمين الصوت مع المشاركة. وكما نرى قد تم مشاركة الشاشة بالكامل كما هو موضح. ولإيقاف المشاركة نضغط هنا. وهنا علامة تبويب تحمل شعار اليوتيوب. وهذه إحدى أهم مزايا منصة كليك ميتينج، حيث يمكن تشغيل الفيديو مباشرة داخل لوحة تحكم الاجتماع دون الحاجة إلى المغادرة كما هو موضح، حيث يتم نسخ الرابط ولصقه هنا، وبالضغط على OK نجد أن الفيديو تمت مشاركته داخل نافذة ClickMeeting.